قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بمناسبة فوز فرسان الإمارات بالمركزين الأول والثاني في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مدينة بيزا الإيطالية بمشاركة 80 فارسا وفارسة يمثلون 32 دولة من مختلف دول العالم. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الفارس سالم حمد الكتبي بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية، وإلى الفارس منصور سعيد الفارسي الحائز على المركز الثاني، مشيرا سموه إلى أن هذا الإنتاج يترجم اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ودعمهما المستمر لرياضة القدرة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بحصول الإمارات على المركزين الأول والثاني، وقال سموه إن فوز دولة الإمارات بلقب بطولة العالم يعتبر فوزا لمملكتنا الغالية في ظل العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، حيث أننا سعداء بأن يكون اللقب خليجي، والذي يؤكد ما وصلت إليه رياضة القدرة الخليجية وقدراتها الهائلة في البطولات العالمية. وجدد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تقديره إلى فرسان الفريق الملكي للقدرة بقيادة سموه ومشاركة جعفر ميرزا ورائد محمود وعبد الرحمن الزايد ومنال فخراوي، مشيرا سموه إلى أن الأهداف التي حققها الفريق الملكي سيسعى لمواصلة ترجمتهما في البطولات القادمة. هذا وأثمرت توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي بمرافقة طاقم طبي لبعثة الفريق الملكي للقدرة في إيطاليا عن تحقيق كامل الأهداف، حيث تأتي توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إطار حرص سموه على سلامة أفراد البعثة نظرا للأوضاع الراهنة التي تمر بها دول العالم من فيروس كورونا، حيث يشرف الفريق الطبي على الإجراءات الطبية الكاملة للبعثة ويسير وفق خطة وضعها لتأمين سلامة الجميع. واجتهد الطاقم الطبي قبل مغادرة البعثة من مملكة البحرين في طريقها إلى إيطاليا، وتواصلت الجهود منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها الفريق إلى بيزا الإيطالية عبر عمل دؤوب ومتقن وتنسيق مستمر بين الطاقم والبعثة البحرينية. وحرص الطاقم الطبي على إجراء فحوصات كورونا لكافة أفراد البعثة بشكل يومي إضافة إلى الموظفين في الفندق. This is the second time we're working with the endurance team under the guidance of His Highness Sumo Sheikh Nasser bin Hamad. هذه المشاركة الثالثة لنا في بطولة العالم للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد، ولقد اتخذنا عددا من الإجراءات الاحترازية لجميع المشاركين والمتمثلة بتلقي فحص الكشف عن فيروس كورونا قبيل المغادرة، كما قمنا بترتيب فحوصات أخرى بالإضافة إلى تطبيق معايير التباعد، وقد تم حجر جميع المشاركين لضمان عدم مخالطتهم للآخرين في إيطاليا، ناهيك عن مواصلة ارتداء كمامة الوجه والإجراءات الاحترازية الأخرى. لقد كانت هذه البطولة ناجحة بكل المقاييس ولله الحمد. مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد وجهنا يعني على ان احنا نتابع الاجراءات والاحترازات بداء من البحرين من قبل السفر بفحوصاتنا، ومن وصولنا الى ايطاليا واكتمال فحوصاتنا اليوميه للوفد
ولأعضاء الموجودين في الفندق كمان. والحمد لله يعني حكم وعي الجماعة اللي موجود ويانا ويعني عارفين على ان احنا هاي المشكلة جائحة عالمية قدرنا احنا نوصل اليوم في بيزا ونشارك بطولة العالم الحمد لله. دكتور كيف كان تعاون الفرسان معاكم تعاون الوفد كله في تلقي خلينا نقول احنا البي سي ار بالنسبة الى الوفد طوال الفترة اللي كانت على اساس حمايتهم من اي ظرف طارئ في ايطاليا؟ جيد جدا جيد 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 جدا. مثل ما قلت لك الوعي كان تام وكان الجماعة كلهم واعيين على الوضع الموجود وعارفين ان في هالوقت خاصة في هالوقت يعني الكورونا صاير منتشر، ولكن كانوا متماشين مع التعليمات وكانوا متماشين مع الفحوصات اليومية. فالحمد لله يعني ما كنا بنقدر نسوي ذي كله بدون يعني وجودهم ويانا وتفاهمهم في الموضوع، والحمد لله نقدر نحن نوصل.